هذا الشيء الأول. وشغلة يعني نحن شغلة السيطرات هي عانينا منها وما جابت نتيجة بالفترة الماضية ولا راح تجيب نتيجة بالفترة الحاضرة. احنا راح يصير عندنا اختناقات مرورية، راح يصير عندنا زخم بعد فتح الجانب الأيمن. فهاي إن شاء الله جهود الطيبين الموجودين في هذا البلد، احنا نشكر هذه. ان شاء الله الله يوفقهم يا رب، ان شاء الله ان غمه وتنزح عنه وعن هذا المكان. كلكم قاعد تكلمون عندي توجيه، هم قاعدات موجوده. انا المهم حتى نفذ امر رئيس الوزراء راح يشيل الافراد واتصلوا بطلاب الفوق يقولوا المدير البلديه اللي هو معانا حاضر واقف يسمع الانقاض الضرور ويقولوا بامر رئيس الوزراء. انتم كيف تقفلونكم؟ لا تبليغ هسه فوري، لا تبقى صوره، لا تبقى سيطره، لا تبقى حاجز. فاحنا هسه راح نباشر فورا برفع الانقاض. يعني برفع الانقاض بس انت عبد مامور واحنا هم كذلك عبد مامور. بناء على امر دوله رئيس الوزراء وتوجيه السيد محافظ نينوى باشرت بلديه الموصل بفتح الانقاض الموجوده في السيطرات، حيث امر دوله رئيس الوزراء بفتح جميع السيطرات وتسهيل حركه المواطنين داخل مدينه الموصل. منذ اليوم عصر يوم الجمعه باشرت بلديه الموصل بناء على توجيه السيد المحافظ برفع، والان نحن في تقاطع التامين حيث يعتبر اول تقاطع باشرت به بلديه الموصل برفع الانقاض. سيستمر اليوم ويوم غد رفع جميع المعوقات التي تعيق حركه المواطنين.